من بين الماضي والحاضر بجدد التحية لمشاهدين فقرة غزة على البال. خليني أخبركم اليوم عن شوارع وأماكن تتقاسم الذكريات، عن شوارع بتتجذر فيها ريحة الماضي على رغم بساطتها إلا أنه بتجدد حكايتها، بتأكد على أصالة ذكرياتنا، ذكريات أجدادنا وبلادنا. هذه هي الشوارع العتيقة، شوارع بدت فيها الحياة وسجلت منها تاريخ وحضارة. خلينا أخذكم جولة ونشوف شو هي الأماكن الأثرية وشو هي الشوارع العتيقة. وإحنا هلأ بالبلدة القديمة في غزة، كل ما فيها بيدل على مكان أثري له تاريخ. ها إحنا هلأ بقصر الباشا اللي بني في العصر المملوكي، سمي بالباشا نسبة للباشا اللي حكم غزة في هاي الفترة التاريخية. إحنا هلأ في شارع من الشوارع العتيقة في غزة اللي انبنى خلال العهد العثماني وبتميز بالطابع الإسلامي. إحنا هلأ بالمسجد العمري ومن أقدم المساجد في غزة. كان في البداية عبارة عن معبد وثني، وبعد هيك تم تحويله إلى كنيسة من خلال الملكة هيلانا، ومن بعد دخول الإسلام تم تحويله إلى مسجد وسمي بالعمري نسبة لعمر بن الخطاب وهو صاحب الفتوحات في هذه الفترة. هذا هو سوق الدها، من أقدم الأسواق الموجودة بغزة. زمان كان معروف باسم سوق الإسارية، ولليوم من أجدادنا بيحكوا عنه سوق الإسارية. كمان كان زمان عبارة عن اسطبل للخيل أيام الملكة هيلانا، كان إلها خيل موجود بهذا الاسطبل، وهلأ بيعرفوه بسوق الذهب من أيام العصر المملوكي. إحنا هلأ عن مسجد السيد هاشم، هو من أهم وأقدم المساجد الموجودة في غزة. موجود فيه قبر السيد هاشم وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو عبارة عن تاجر وبزور غزة باستمرار، وخلال زيارته الأخيرة توفى بغزة واندفن في كهف. في أوائل القرن الثاني عشر انزال هذا الكهف وبنوا بداله جدران، مع بداية العهد العثماني برضو أزالوا الجدران وعملوا منه بيت للصلاة وسموه بمسجد السيد هاشم. هذه هي كنيسة الروم الأرثوذكسية، من أقدم الكنائس الموجودة في غزة، من أقدم الأماكن الأثرية اللي إلها تاريخ عريق. كانت زمان معروفة باسم الأفدوكسيانا نسبة إلى إمبراطورية أفدوكسيا. كنيسة الروم الأرثوذكسية بترتبط مع جامع كاتب ولاية بنفس الحائط، وهذا بيدل على التسامح الديني ما بين المسيحية وما بين المسلمين، وبيجمعنا وطن واحد وتاريخ واحد وحياة واحدة على المرة والحلوة. في ناس شبت وشابت عم تنتظر ترجع لنفس الدار، عم تشتاق البيت والتل والجيران، وهيك الإنسان بضل يشتاق ويحن لمكان إله في ذكرى إله في عنوان. انتظرونا فقرة جديدة من فقرتنا غزة على البال، كانت برفقتكم مريم منعم.